تتهوى إذا كلات بدا مزحة مزحناها لم فرفيش ونساها برضا ايوة نصحبكم رحلة جديدة من برنامجكم طنة ورنة يلا سوا أكثر الناس صارت في الأيام تستخدم الموبايل تعرفوا ليش؟ لأنه بيقدر الواحد ياخد حريته فيه وما بده بيروح وبيكون عنوانه معه ولهيك سموه الجوال بس إنه الجوال بيقصر حريته لزياد كويس ها؟ كويس بدي اشتريه يعني هذا قديم يفتل يعني هذا بيفتل؟ يفتل هيك يفتل؟ ها خير من هيدا الجوال خير من هيدا بكتير هل في عنه امكم منه؟ قديش قلت لي 800؟ 800 اوكي فيها كولر اخرى؟ لا الاوريجينال هكا نجم خاطر لازمني بورتابل توا توا يعني كيفاش نحلو؟ لا نحب نشوف الاوريجينال يعني شوفي شو اللون اللي اشتغل فيه؟ موف شوية أزرق يعني شو بليز ويت اوكي الو الو مام من سوريا شو كيف تحصلت عليا؟ كيف؟ لا أنا ما بسمعك هيك ما بسمعك لا ما بسمعك ما في؟ لا لا ما في 36 بسألك على الأوريجينال مادموزيل ها؟ ال 6310 في منه؟ مش موجود اوريجينال البنت اللي معك فين بنت اللي معي تعال قل لك تعال بنت اللي معي انا معي بنت نبشيني عفوا اذا بتريدي ما في داعي تزعجي حال لحظه بس نبشيني وينك لحظه بس معي بنت انا ايه معك بنت وينها ها رح تيجي هلا انو بنت انو بنت وين في بنت وينها مشي للاخ وين محمد
وي محمد. أما برسمك لحظة جي توا. عاملة روحها سورية مع واحد سوري يقصده بالتليفون وفاصله. أهو لهنا الراجل بحذاه. هي سورية؟ أي هي سورية؟ لا ما بعرفها أنا. تعرفها؟ لا هي تونسية. أعرفها هلا. يعني هي تونسية. يعني هي تونسية. شفت عم ألمانية. أنا بعدين الجهاز اللي بدي إذا بتدي أنا الجهاز اللي بدي إياه غير الجهاز اللي هي. الجهاز اللي بدك إياه رح تعرفه هلا أنت وهي مع بعضكم الزوج. أنا الجهاز اللي بدي أنا حكيت معك مشان جهازها. بعدين فيك تعرف الجهاز عليكم هاي تركت لك يا رح تعرفوه هلا الجهاز مزبوط؟ هذا الجهاز لمين؟ لا مو مزبوط هذا الجهاز لمين؟ تو تجي انت وياها تو انا ليكني هون هون ولا هناك رح تشوف زوج انا شو دخلني انا ما فت معها شيء اوكي خلص ها؟ انتوا مع بعضكم لا انا ماني معها خلص مع بعضكم الزوج انا طلبت غير جهاز هي شو الجهاز اللي طلبته؟ انا طلبت ها؟ انتوا مع بعضكم انا سالتك عن شاحن خلص الله يخليك خلص يعني انا سالتك عن شاحن يعني روحي رح تجي هلا رح بيت في التخشيبه الزوز تخشيبه شو انا ما دخلني افتحي لي الباب بدي امشي عندي شغل انت عم تقصري حريتي ها ما لي علاقه انا اخذت شيء مني لا ما اخذت شيء حبيبي قانون بحاسبك ها ايه رح يحاسبني القانون انا ما لي علاقه انا ما اخذت شيء خلاص اوكي انا ما اخذت شيء بنوم معي انت اخذت شيء اخذت شيء انا رح تاخذ هلا ما اخذت شيء مشيني لا تعطليني الله يخليكي انا ما بعرفها شفتها فايته سالتها هذا المحل ببيع موبايل قالت لي ببيع موبايل مش موبايل هنا معقوله انت شو الحكي هذا انا ماني مضطر لها القصه الله يخليكي مشيني اذا بتريدي انت عم تقصري لي حريتي اوكي رح نتعاقب على تاجير الحريه رح نتعاقب علينا طب انا شو لي علاقه شو لي علاقه انا اخذت جهاز مني ما اخذت شيء نبشيني يعني يا شو اسمك انت؟ انا اسمي شيخ. شو دخل الشرطه؟ انا شيني ما لي علاقه فيها. الله يخليك راح يجوا انا ما لي علاقه فيها. عنك ما الك. بعرفها انا؟ انت شفتيني بعرفها؟ ايه معها الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض. انا معها؟ هلا اذا هلا كل زبونين فاتوا مع بعض يعني مع زبونين مع بعض راح مع بعض، الزوز مع بعضكم. انا ما فت معها. خلص. انا مشيني احسن. راح يجي وراح يمشيك هو. مين هو؟ رح لك مين هي يعني وين راحت هي عم تحكي تليفون اجاها جوال ما اجاها اتصال يا انسة اذا بتدي هلا ما اجاها اتصال اجاها والله عم ما اجي راح يجي الشرطه هلا لك شو بدنا هلا تحكينا من الشرطه وما دخلنا بالشرطه اوكي خلص الله هلا ما اجاها رجع لي الموبايل رجع لي الموبايل تاخذ منين بدي ارجع لك يا انا خلص طيب افتحي لي روح دور لك عليها لا ما تدورني عليها خلي عندك الجوال لا خذه حبيبي خذه معك شو بدي انا مو قولي هذا ما بعرف لمين اوكي خلي شو هالجوال ها اعطيني اذا بتريدي اعطيني مجال اطلع بدي اطلع عندي شغل بدي سافر بكره الصبح خلص بدي سافر سافر والله عنك ما سافرت بدي سافر بكره الصبح لحظه رح تسافر هلا انا بدي سافر اذا بتريدي حافتح الباب اذا بتريدي بكسر الباب انا بكسر الباب بتدفع مش خسائر قديش يدفع؟ 10,000 مره ها افتحي لها بدها تفوت لا من بعد انا شو لي علاقه بس فهميني ها انا شو لي ذنب يا انسه انا شو دخلني لموزيل راح يجي انت فهماني علي عربي اذا بتريدي فهمتي علي عربي ها انا شو لي علاقه افتحي لي الباب اذا بتريدي اعطينا هالمفتاح نفتح ونطلع أنا مفتاح عندي هيك اعطينا المفتاح يا انسه اذا بتريد اوكي لحظه بس انا راح افتح لك لحظه وي محمد جيتش ده يا اوكي اعطينا المفتاح له لمحمد طيب نجيب لك يا طولي بالك هلا تكرم عيني تكرم خلص تكرمي 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 لحظه محمد تكرمي مزحه وعدت وين الكاميرا كل شيء ليك بالسيارة يا تعطيني بوسة عمان نقص البوسة عمان نقص البتاع شو معناه نقص البتاع معلش بس عن جد تصرفك تصرف رجل مو تصرف انثى يعني انه قفلت الباب ما توقعت انه انا ممكن ها؟ مظبوط يعني نحبسك من هنا لا امتى يعني الباب ينحبس؟ هدي حالك
خفت لا ابدا. شكرا يا عبد الله. شكرا يا محمد. ميرسي بوكو. شكرا. باي باي. عايش. هلا هذا 6310 بجد قديش نهايته؟ خلت الفنانة نشوى مصطفى عن موبايلها قبل ما تفوت لسوق الخضرة، وطبعا سوق طنة ورنة مو مثل أي سوق، لأنه دخول الحمام مو مثل طلوع. بس ممكن حضرتك الجوال؟ ليه؟ نظام الشركة هيك يعني مفوش متفجرات يعني بس نظام ما هيك معتاد يعني عطرش هيا عشان انجي تليفونات عنيفة ما ينفعش بدي لك اياه بس عايز اعرف يعني في المطار بندخل بيه لا هو الاستاذ ابو زيد ما بيحب يعني اثناء اللقاء اي ازعاج فاي تليفون بخبرك والله نظام الشركة هيك عيني وراسي نظام الشركة بس بعيد لما اجي اقابل الاستاذ ابو زيد اديهولك والله هي التعليمات انا ما فيني خالف يعني هتجي لما اجي اقابله يعني هو فين طيب هلا شويه ويجي بعد اذن حضرتك اتفضل بس طب لو ممكن ما جاتش من فضلك ما ترديش من عين السلام عليكم يا ساتر كيفك؟ تفضل تنفس سيحي هون لو سهلا هلا شوي استاذ ما بيتأخر بلا هلا بيجي استاذ ما بيطول لكم مسافة الطريق بيكون هون اهلا وسهلا فيك ها؟ انت جايبون فين ابو الزود مين؟ فين ابو الزود ابو الزود هلا بس على الطريق لكم جاي هذا راجل يعني خدماته علينا والله كثير يعني تكرم اهلا وسهلا شو جايب له معه؟ جايب له معنا فراخ ان شاء الله كم وحده؟ اربعه خمسه بس في وحده صغيره ها؟ خمسه ان شاء الله خمسه فراخ انت شو جاي؟ خمسه كيلو جوافه بس حلو اهلا وسهلا استاذ ابو الزول جاي ان شاء الله يجي السلام جايب له قفص بلح ابره في بحر جنب خدماته علينا دي افضل مغرقانه يا استاذ تكرم اهلا وسهلا هون يا هلا تفضل سيدي اهلا وسهلا يا هلا السلام عليكم اهلا وسهلا تفضل تفضل شو اسمك انت؟ حسن عند مين جاي؟ شو جاي له معك؟ بلح هاد تفضل سي بلا ايه يا عنده بس بيخدم خادم الناس اهلا وسهلا هدايا بيجي هدايا كل يوم هيك بيخدمهم يعني لهم اولاد بيدرسوا بيساعدهم هذا بيقدم لهم خدمات انت شو جايبتي له معي؟ انا جاي بشي بنو؟ ايه؟ الاسم بس الاسم اسمي نشوى مصطفى نشوى؟ مين حضرتك اساسا؟ انا بالمكتب هو مدير طب المدير المكتب ازاي ما حضرتك ما تعرفش ان انا اتصل بيا؟ ها؟ ما سمعت بقول حضرتك ازاي يعني يعني مش المكتب هنا اتصل بيا انا؟ ما انا ما كنت هون قبل الظهر نشوى مصطفى ايوه قلت لي مو جايبه معك شيء؟ لا مش معايا شيء هديه يعني هديه شغله لا ما بجيبش هدايا لحد اساسا ما في هدايا لا ما بجيبش هدايا لحد تعال اقول لك انت شو جبت معك؟ شو جايب؟ تفاح ها؟ تفاح كم كيلو؟ اثنين كيلو تفاح كل دول اعمل لهم خدمات مش حد جايب له سمنه بلدي ولا حاجه؟ بجوز هلا يجي
لا لا يا استاذ ضيفي ما لها علاقه بهذا الموضوع. استاذ ابو زود يا استاذ هديه هي لا ما لها اسم احد يعطي عليها. تفضل. خلاص شكرا ممنونه. تفضل سي حضرتك سمحت لو اتصلي بيها عشان لو مش جاي حالا انا اصلا عايز امشي. اهلا وسهلا. تفضل تفضل لهني. شو جايب معك انت؟ ها؟ اغراض. ها؟ اغراض. اغراض شو؟ خليهم جنبك ولا ما يروح منهم شيء. طب انا عايز امشي اصلا. لا بس انتظري 10 دقائق. لحقت من شويه قلت لي 5 دقائق وانا جاي اصلا بقالي 10 دقائق وقاعده. طب معلش احكي احكي تليفون معه وشوف جاي. انا في تليفوني بعد اذن حضرتك في مموزيل واقفه قالت لي معلش احنا نظامنا في الشركه هنا ما حدش يمسك تليفون في ايدي. بعتها مشوار تقضي شغله وترجع. مين دي؟ بنت. ايوه تليفوني فين؟ هلا معها هلا بتيجي ما بتطول. تليفوني معها؟ ايه راحت هلا بترجع لانه تليفونها عليه دفع مقطوع فاخذ تليفونك هلا ما بتطول بترجع. والله بس قولي بعدك هلا بس حضرتك خليني اركز معايا فين تليفوني؟ تليفونك هلا بيجي مع البنت مين البنت دي اصلا قالت لي بتشتغل هون بتشتغل هون عنا. طب خدت تليفوني ومشيت ليه؟ خدت تليفوني ومشيت ليه؟ ما مشيت هلا راحت بس تستعجله الاستاذ وتقضي له شغله. يا سلام وتليفوني معاها وهي بتقضي له شغله. لا انه سياره الاستاذ الثانيه ده بنزين فراحت تشوف واحد مشان ياخذها يعبي له. لسه هتروح تشوف واحد يشوف بنزين ويجيب له العربيه فيه. ما بتطول ما بتطول شغلتها ربع ساعه بتكون. ربع ساعه ايه حضرتك كان عندي شغل اساسا في ميعاد وانا جاي في ميعادي بالظبط. قديش الرقم بس مشان دق لها؟ رقم ايه؟ رقم الجوال تبعك مشان دق لها عليه تيجي. يا سلام انت تروح تجيبها حضرتك مطرح ما هي موجوده. طيب انا بدي اسالك سؤال. اتفضل. بتعرفيني شيء؟ لا ما اعرفكش انا. وعدتيني الي شيء؟ في حد من المكتب ده اتصل بيا وقال لي في ميعاد مع الاستاذه ابو الزود مدير الانتاج بخصوص شغل. طيب الزود اتاخر يا ابوي. لا دقيقتين طولوا بالكم دقيقتين. ايه ده يا استاذ حضرتك؟ جاي دقيقه بس دقيقه. شباب تفضلوا. احنا نفسنا نشوف عشان نشكره في نفسنا. ولا يهمكم ولا يهمكم. اهلا وسهلا بالشباب. نفسنا نشوف. تفضل تفضل من ايدك من ايدك تسلم. شكرا. سلم لمين ايدك. والله خيرهم غرقنا وخدماته علينا يا متساسنا الرسمة. خب يا ابوي. يا خبر ابيض. احنا جايين متاخرين. ايه ده؟ تفضل تفضل تفضل. شكرا. اهلا وسهلا تفضل. يا استاذ يا استاذ. اي حبيبي. طول بالك طول بالك والدور. ايه ده؟ يا شباب هات نفوين ما في جيبنا فاضي السجاير نجيب لك منين المنفضه؟ ايه ده؟ شي صحن مشان تكبوا يا جماعه مو معقول. زود كريم معانا وبيسيبنا نعمل اللي احنا عايزينه. شكرا شكرا. انا ما بمنعش مش طايقه اقف هنا لو سمحت. انا عايز امشي. اعطيني الاسم ورقم. لا اديك اسم ايه؟ الاسم اسم رقم مش حد رقم تليفوني. ليه؟ لك مشان ندق لها للبنت مشان تيجي. مشان طب هي بتمشي ليه وتاخد تليفوني اساسا؟ ده حاجه غريبه جدا. هي مضطره. مضطره؟ ايه لا انا حاسه فيها نصب المساله. لا ما فيها شيء الامر طبيعي وشوفي العالم كله ده. ايه ده ايه ده ايه ده انا ايه دي شركه ايه دي اساسا؟ ما بتحبوا للمدير؟ بنشوفه ونشكره. شايفه كيف؟ لا انا شايفه فيه يعني وين النصب؟ جماعه بيحبوه بيعزوه للمدير. انا قاعده في يعني في حوش في شارع على قهوه. تفضل سي. انا لا مش عايز اسرح تليفوني. انا عايز تليفوني هلا بس ندق لك. لا انت عايز تليفوني. عايز اللي كانت واقف هنا جاب لي تليفوني. هلا بندق لك من ثابت ل وانا ما شفتهاش خرجت على فكره. انا شفتها انا ما شفتهاش خرجت خدت تليفون واختفت. هي اصول احنا عندنا نظام بالشركه. نظام شركه ايه دي؟ نظام ايه دي؟ ما عندها شركه نظام بطيخ وجوافه وفراخ في الارض في ايه؟ في شركه ايه دي؟ نظام حديث. انا غلطانه حديث ايه وقديم ايه؟ على كل حال لا الورقه اللي مسكها لي انا اي ملاحظه لازم يدرى فيها الاستاذ. اتفضل تقول له. ما انت بقى طب اتفضلي بس وترتيني انت عادي ادق له. اتفضل. يا شباب ما حدا يسمع ها؟ ما حدا يسمع ها؟ ربنا يخلي البيت احنا مش هنا خالص. ابو الزود وينه؟ بالحمام؟ لا 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 خليه براحته براحته براحته. لا ايه براحته دي ايه؟ انت حضرتك مين ده اللي براحته؟ الجوال مو معه. انا عارفه في بنت انا مش عايزه اي حد عايزه تليفوني من فضلك. فكر مش فكر انا عايزه تليفوني انا عايزه تليفوني من فضلك عايزه التليفون بتاعي
انا ممكن انزل اجيب لكم البوليس دلوقتي حالا. ما في داعي. طب يبقى اديني تليفوني. الو 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 ايه؟ هي نامت ولا ايه؟ عم تناول المناشف ليه يطلع يحكي معي. انا عايزه التليفون، اتصل بالهانم اللي خدت تليفوني وماشيت. لا لا ما في شيء يا مدام، ما في شيء. وحده عم وحده جارتنا. جارتكم؟ لا جارتنا. في ايه في ايه في ايه يا فندم؟ ايه 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 ما في مشكله. لا لا امور الشركه بخير. لا مش بخير، انا عايزه تليفوني. وجابوا لي اغراض ليكم في ايه. شو اللي بعت لك مدام؟ بعت لك يوم فتاه بلا لا بالك بلا ايه. لا لا جاج ابيض. وشو اللون هذا الثاني؟ اصفر احمر. اه بس لك كيلو قطه وكيلو مكرونه عشان تطبخ بالمره. لا استاذي انا مكرونه. انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم ايه اللي عندك دجاجه مدام؟ يا استاذي انا عايز مدام كلهم حيوصلوكي هلا. الله انا حتنرفز. انا بتنرفز. لا 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 خبيهم هدايا هدول. لا مدام ما في صوت. صوت الصراخ ما في حدا. الو يا مدام. يلا يلا. الو الو. ايه مدام انا عايز تليفون بعد اذن حضرتك. في الو في وحده. انا ممكن امشي بغير تليفون مدام. اعمل لكم مصيبه هنا. الو مدام في وحده بتحكي على التليفون، عم تطلب التليفون. ايه ما في شيء. لا لا التليفون بتستخدم التليفون. لا خلي التليفون بتاعك. الو إيه لا ما في شيء. يلا باي باي. انا حقيقي حتنرفز. لا عادي طولي بالك. طولي بالك. لا مش هطول بالي. عايز التليفون. بس ذكريني هلا بس شيء بس شيء. الو الو انا عايزه التليفون. بس بس يا شباب بس صريح صريح. ما عايش على الهواء. طولي بالك طولي بالك. عايزه التليفون حالا. لا 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 اوعي ايدك اوعي ايدك. امزح معك الكاميرا خفيه. والله لا معلش ما بحبش اهرج مع حد. لا متشكره. لا ما بشوفش حد. يا رب يا قلبي طلع عليها. عايزه التليفون. طب طلع لهني. تسلية يا شباب. لا 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 طب وين بقى؟ سلم على الكاميرا. لا يا جماعة وحياتك شو طب التليفون فين بقى؟ طب ايه ده ايه ده؟ طب ايه ده؟ كاميرا خفية بس حطينا اقوالتك في برنامجنا طنة ورنة. بس انت يا حضرتك لا بسيطة. هلا رح نحكي شوي عن الخوف. كل واحد منا بيخاف بطريقته. واحد بيصرخ، واحد بيبكي، واحد بيغمى عليه، واحد بيهرب. المهم نحن حضرنا لكم خلطة خوف هلا رح تشوفوها. بس اوعوا تخافوا. برنامجنا بنحكي عن الخوف. انا اليوم ما لي خايفه اني وداكم لاني متاكده رح تستنونا بكره بحلقه جديده من طنه ورن. إذا كلت بدا مزحة مزحناها لم فرفيش ونساها برضا.